شخص على الأقل فقد حياته واثنان آخران اعتبر في عداد المفقودين جراء فيضانات اجتاحت رومانيا إثر هطول أمطار غزيرة أدت أيضا إلى إجلاء مئات الأشخاص عن منازلهم. وتقول امرأة من أهالي منطقة فلاديستي: شاهدت التلفزيون عديد المرات وكنت أتساءل كيف يمكن للماء أن يجرف منازل الناس، لم أكن أتصور أبدا أن يحدث لي ذلك. وتقول السلطات الرومانية التي استعملت المروحيات لإنقاذ القرويين المحاصرين أن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو 63 قرية، فيما بدأت السلطات بتقييم حجم تلك الأضرار. وكانت أمطار طوفانية اجتاحت دولا مجاورة لرومانيا منذ أشهر.